بركة العذراء وبركتكم، ربنا يبارك في خدمتكم. موضوع النهاردة هيبقى كيف أعد السيد المسيح تلاميذه للخدمة ليكونوا صيادين مهرة. وهناخد مقدمة وبعدين هناخد نموذج اللي هو القديس بولس الرسول، وازاي ان القديس بولس الرسول صار صياد ماهر. طبعا النص المحوري بتاعنا اللي هو اللي هيكون بعد كده في اعمال الرسل، لكن هي محوريه قالها السيد المسيح للقديس بطرس لما دعاه للخدمه، قال له فقال يسوع لسمعان لا تخف، من الان تكون تصطاد الناس. هيصطاد ازاي؟ هي دي الفترة اللي ربنا قعد فيها مع تلاميذه يعلمهم ازاي يصطادوا. هناخد مقدمة كده بسرعة، ويا ريت يبقى هو يعني الـ مش هينفع اتكلم لوحدي، لكن هيبقى في تجاوب وفي اسئلة وتجاوبوا عليها. طبعا السيد المسيح لما جه يختار تلاميذه، المنطق العقلي يقول يختار التلاميذ من مين؟ من المعلمين، الفريسيين، الكهنة، الناس اللي عندها خبرة، يعني مثلا من الكهنة، لأن الكهنة عارفين إن إيه؟ من فم الكاهن تطلب الشريعة، الناس حافظين الشريعة. فكان مفروض المنطق لو أنا مطرح ربنا يسوع المسيح، الفكر العقلي يقول أختار من الناس الجاهزة اللي ايه الكهنة مثلا، او من الكتبة اللي هم على دراية كاملة بالايه بالكتاب المقدس، حافظين الكتاب المقدس، عارفين لما المجوس جم علشان يدوروا على المسيح راحوا لمين؟ بيلاطس الاول، لهيرودس الاول. راح هيرودس عمل ايه؟ بعت مين؟ الكتبة. ليه؟ قال لهم اين يولد المسيح؟ سيرش على طول في عقلهم في بيت لحم. ما قالوش طب ادينا يومين ثلاثه ان احنا ايه ندور في الكتاب المقدس، لا هم على طول حافظين. فدولت كان ممكن المسيح يختار منهم، بس ربنا ما اختارش منهم. كان ممكن يختار من الناموسيين اللي هم دليلين بالناموس وكانوا مدققين جدا في ايه؟ في الناموس. الفريسيين برضو، لكن ربنا يسوع المسيح اختار صيادين بصداء جدا. ليه؟ هنبص نلاقي صفات الصياد هو ده اللي ربنا عايزه. تعالوا كده نفكر كده، ايه الصفات اللي موجودة في الصياد؟ ها؟ صبر، عنده صبر، يقعد بالساعات عشان عنده احتمال يطلع في نص الليل ويبقى طالع، ويعني عنده احتمال كتير. ايه تاني؟ عنده صبر، ما هو الصبر عارف ازاي يصطاد، ايه يرمي الشبكة ولا في اي منطقة. ايه تاني؟ حاجات كتير. ما عندوش يأس، ما اصطادش النهاردة هصطاد بكرة، مش هيقول بقى مفيش فايدة. قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، بس هينزل تاني يوم يصطاد. ايه تاني؟ عنده دراية بالصيد طبعا، عنده خبرة في الصيد. نعم؟ عنده يعرف الأماكن اللي فيها السمك الجيد والأماكن اللي فيها جمبري اللي فيها أنواع غالية من السمك، عارف. طب تعالوا عشان وقتنا، بس انت الوقت كام؟ لغاية الساعة كام؟ 3:30 يعني هي لسه؟ شوف ربنا يسوع قال ايه في اتقال ايه؟ اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الايه؟ الحكماء، ليكون فضل جوه لمين؟ الله. اصل الباقيين الفضل هو بايه؟ لنفسهم، انا دارس، انا حافظ، انا عندي. لكن الناس البصر دي ما كانش عندهم حاجه خالص.
تعال نشوف صفات الصياد اللي انت قلته منها ونشوف اذا كان في حاجه زياده. الصبر طبعا عنده صبر شديد جدا، ويا ريت نبص على الانسان الكارز والمبشر هنلاقي الصفات دي تنطبق عليه بالظبط. عنده سهر، يسهر سهران من نص الليل عشان الصيد بيبقى بالليل قبل ما الشمس تطلع. عنده كمان تعب، يحتمل مهنة الصياد. الصياد دي مهنة شاقة مش سهلة، مش زي ما بنشوف اللي قاعد على الكورنيش وحاطط سنارة كده قاعد بيتسلى، لا بيخش جوه العمق، وشتاء البرد والعواصف والريح تعب. كمان سفر دايم، يطلع كل يوم ويخش البحر، يقعد يومين ثلاثة ممكن في السفر. عنده جدية ونشاط، ما يجيش يوم يقول لك انا مكسل النهارده، انا مش طالع، انا تعبان، انا عايز ارتاح النهارده. عنده جدية ونشاط. عنده صيد يومي، كل يوم في صيد، يعني ما بيقولش هصطاد النهارده هقعد اسبوع ما اصطادش، عنده صيد يومي. وعنده كمان بساطة، انسان بسيط جدا، ياكل اي اكلة، يعني عايش تلاقي اللبس بتاعه بسيط. عنده عارف المكان اللي يوجد فيه السمك، هو اللي بيروح للسمك. الكهنة في الهيكل ما كانش يروح لحد، اللي عايزني يجي لي، انا قاعد في مكاني واللي عايزني يجي لي، يجيب الذبيحه وانا اقدمها له، لكن انا ما اروحش لكن الصياد يروح لفين؟ مكان السمك. كمان عنده حياه المخاطره الدائمه، ممكن يطلع وعارف ان هو ممكن ما يرجعش. وده اللي بيحصل مع مين؟ التلاميذ. ان القديسين كانوا عارفين ان هم طالعين يبشروا وممكن يستشهدوا باسم على اسم المسيح. دي الصفات. كمان عنده اتكال على الله، كلمة ان انا توكلت عليك يا رب، مش على قوته الشخصية وعلى خبرته. تعال نشوف السيد المسيح ازاي اعد تلاميذه علشان يكونوا صيادين مهرة. حقيقة التلاميذ مروا على اربع مراحل، ودي المراحل اللي ممكن تتعمل في اعداد خدمة. لما نيجي نعمل اعداد خدمة في الكنيسة، دي المراحل اللي نمشي فيها علشان نطلع خادم. اول مرحلة هي مرحلة المعايشة. كان في معايشة مع المسيح، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه، لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة. كان في معايشة كاملة معاهم، والمسيح عارف كل واحد بالتفاصيل بتاعته، كل واحد مين هو واصله وفصله وصفته ونفسيته كان في معايشة. طبعا مروا عليهم اربع مراحل للتعليم. اول مرحلة المسيح كان يعمل كل شيء وهم يراقبونه، زي زي مثلا المواعظ على الجبل، زيهم زي مين؟ زي الناس قاعدين بيسمعوا. كانوا بيعملوا حاجة؟ قاعدين بيراقبوا المسيح بيتكلم ازاي؟ بأسلوبه بيتعامل مع الأطفال ازاي؟ بيتعامل مع الخطاة ازاي؟ العشرين؟ بيتعامل مع الجموع دي كلها ازاي؟ يراقبونه. أول مرحلة دي مرحلة يتعلموا ازاي المسيح ده هو النموذج بتاعهم، بيتعلموا منه ازاي هو بيكرز. تاني مرحلة، مرحلة بقى أعلى شوية، اللي هي كان يعمل كل شيء وهم يساعدونه. يلا بقى ابتدوا يساعدوني زي اشباع الجموع. شوفوا عند في سمك ولا في اكل عند الناس، طب محتاجين قد ايه؟ طيب قعدوهم 50 50، طب خدوا وزعوا عليهم السمك، طب لموا الباقي، وهكذا. نمرة ثلاثة، كانوا يعملون وهو يساعدهم. فين؟ هو قالوا ان هو قال مش عارفين
ايوه لما ارسلهم اثنين. احنا بنصلي ايوه، بس في نص ايه؟ في اللي احنا بنصليه في الساعة 9، ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم على انفراد. ليه بقى؟ علشان يقول لهم انتوا ايه المفروض كنت تعمل كذا، خلي بالك من القصه دي. هو اداهم سلطان، والارساليه عندنا ارساليتين، ارساليه ال70 وارساليه ال12، واداهم سلطان واداهم ان هم يخرجوا الشياطين ويعملوا معجزات، بس لما تخلصوا يبقى ارجعوا لي عشان اقول لكم ايه الملاحظات. ده ايه؟ ده المستوى الاعلى. ورينا 4 بقى اللي هي بقى ايه؟ كانوا يعملون وهو قد فرقهم وارسل لهم الروح القدس بقى خلاص، اللي هي بقى ابتدت الكرازه بالايه؟ بالمسيح، وارسل لهم الروح القدس اللي كان يعطيهم قوه ويعطيهم بركه في الكرازه. دولت 4 مراحل، ودي قد تكون مراحل تنفع في اعداد الخدمه. صار التلاميذ صيادين مهره بعد حلول الروح القدس، ودي النموذج بتاعها اللي هي عزه القديس بطرس، كان اللي ارسل اللي اتكلم وايه وكسب للكنيسه 3000 نفس. حقيقه خدمه المسيح، المسيح كان نموذج في خدمته للتلاميذ. كان خدمه المسيح غلاف كبير يحب خدمه السيد المسيح، اللي كان الحب والبذل والعطاء، وده تجلى في الصليب وانطبع هذا الحب في التلاميذ. واكتر واحد انطبع فيه الحب ده مين؟ قديس يوحنا. ليه؟ لانه كان قاعد تحت ايه؟ الصليب، شاف الحب متجليا على الصليب، وكان في علاقه خاصه بينه وبين ربنا. وعشان كده نبص نلاقي هذا النموذج اللي على الصليب انطبع في ذهن وقلوب التلاميذ، فعملوا زي المسيح، قدموا نفسهم ذبيحه حيه لله. هنلاقي نماذج كتيره، ونستغرب يمكن النموذج اللي في ذهننا ان اللي اتصلب بس هو مين؟ قديس بطرس. هنلاقي فيه تلاميذ تانية اتصلبت. يعني قديس بطرس استشهد على الصليب منكس الراس. قديس فيلبس بشر في افريقيا في بلاد اكلي لحوم البشر، واستشهد على ايه؟ برضه على الصليب منكس الراس زي القديس بطرس. القديس اندراوس اخو قديس بطرس بشر في بلاد الاكراد، واستشهد على صليب معروف باسم كروس، اللي هو على ايه؟ حرف الايه؟ كروس. قديس متى استشهد على الصليب برضه، شوف قد ايه كلهم منكس الراس مثل قديس بطرس وقديس فيلبس. قديس توما بشر في الهند واستشهد بقضاء راسه. قديس يعقوب الرسول اخو قديس يوحنا استشهد بقضاء راسه. كمان القديس يعقوب البار اخو الرب استشهد بضربه بمطرقه على راسه. وقديس بارسليماوس، يمكن الناس ما تعرفش كتير ان بارسليماوس هو نسنائيل. نسنائيل اللي راح قال للمسيح، لا قال له أمن ناصرة يخرج شيء صالح؟ قال له تعالى وشوف. وبعدين قال للتلاميذ، وبعد كده لما قابل المسيح قال له بالحقيقة، أول واحد على فكرة يقول المسيح هو ابن الله، بالحقيقة أنت ابن الله. أصبح نسنائيل هو القديس بارسليماوس. بارسليماوس بشر في بلاد برفقة القديس تداوس في بلاد أرمينيا في القرن الأول ميلاد. قتل في أرمينيا، وقبل أن يقتل سلخ جلده وهو حي، ثم صلب رأسا على عقب. ونلاقي كمان بعد كده في لوحة للرسام الإيطالي مايكل أنجلو اسمها الدينونة الأخيرة، حيث يظهر فيها القديس بارسليماوس وهو يحمل سكينة بيده، وفي اليد الأخرى يحمل جلده. بين الصورة طبعا انتقلت نفس القدوة نفس المثال، انتقل إلى بعد كده عصر الاستشهاد، ونلاقي
قد ايه الشهداء يقدموا يتقدموا للاستشهاد وهم فرحين. وعشر قرون مليانة استشهاد وإلى وقتنا الحالي كمان. أنا كده دي كانت مقدمة ممكن طويلة شوية، بس يعني عايزين نفهم إن إزاي إن الناس دي أصبحوا قديسين عظماء وصيادين مهرة. ناخد نموذج من النصوص اللي عندنا، هو قديس بولس الرسول في أعمال 20 من آية 17 لآية 38. لما هنقراها ولو حد معاه الكتاب المقدس على الموبايل ممكن يطلعها بعد كده، لان كل واحد فينا هيطلع حاجه. واحنا بنقرا النص عينينا على ثلاث حاجات. ايه الهدف؟ هدف بتاع القديس بولس الرسول ايه في النص ده؟ نمره اتنين، ايه الاساليب اللي استخدمها؟ الهدف اللي كان عايز يوصل له. نمرة اتنين، الاساليب اللي كان بيستخدمها. نمرة تلاتة، الصعوبات واللي واجهته وازاي غلب عليها، ازاي غلب هذه المعوقات. طيب حد يقرا لنا النص، او يعني اتنين يقرأوا لنا النص. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائدا تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنظر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جلس على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتعتز وتكسر في كل بيع من الآن وإلى الأبد، أمين. النص ده يقرأ في الكاتمارس في السنة التوتية حوالي 20 مرة. حد يقول لي انت؟ استشهاد الرسول. حد ليه رأي تاني؟ ها؟ في عيد الرسل ده بتقري 20 مرة. ها؟ في نياحة أو استشهاد أحد البطارقة. عندنا بطارقة كتير جدا في وقت نياحة البطرك، ها؟ على طول نعرف إن أعمال الرسل هتكون النص ده. طب الإنجيل يكون إيه؟ أنا الراعي الصالح. طيب يا ريت معلش يعني لو نطلع النص معاكم
برضو كل واحد يفكر كده يقول لي في أي آية. احنا بنتكلم دلوقتي عن الأهداف. بولس الرسول رايح يقول الخطاب الوداعي في مليطس، وعايز يوضح لنا ايه الهدف اللي هو راح يكرز من اجله. فيلا نطلع مع بعض كده اللي هيقول الآية عشان كلنا نبص عليها، رقم الآية وايه الهدف بتاعها. عشان كده كان نفسي ان كل واحد يبقى معاه النص في ايديه ويبص عليها كده ويقول الآية كذا، الهدف كذا. قديس بولس الرسول كان الخدمة بتاعته خدمة مهدفة، لها هدف واضح ومش خدمة عشوائية، يعني ولها أساليب وطرق لتحقيق الأهداف. نمرة ثلاثة، لها علامات في الطريق. لا قولنا معلش الآية رقم كذا عشان كلنا نبص فيها. الآية 20، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. إيه الهدف؟ هو كان الهدف بتاعه إن هو كل كلمة اتعلمها من السيد المسيح والكرازة إن هو هيوصلها للناس كلها. الهدف إن هو ما يبخلش عن أي حاجة عارفها، شايفها إن هي هتنفع الناس، إن هو يوصلها لهم. إيه تاني؟ ده في أهداف كتير يعني. آية 24، أشهد بإيه؟ ببشارة نعمة ربنا. الهدف إن هو يوصل البشارة، يشهد لإيه؟ للبشارة بتاعة ربنا يسوع. وكلمة بشارة معناها إيه؟ الإنجيل، اللي هي البشارة الإيه؟ المفرحة. إيه تاني؟ لا احنا بنتكلم على الاهداف الاول، احنا نمسك حاجة حاجة. الاهداف ايه؟ هو رايح يبشر ليه؟ عايز يوصل للناس ايه؟ عايز يكمل الرسالة وتكمل فرح سعي والخدمة. عدد 24، عدد 24 بتقول ايه؟ عاوز يكمل السعي بتاعه والخدمة وفرح. هدف ان هو يكمل الرسالة بتاعته، يعني ما يروحش شوية وبعدين يروح بلد تانية شوية وبعدين شوية، من غير ما يكون أتم الرسالة الإيه الخاصة أو الخدمة الخاصة بتاعته. إيه تاني؟ 27 إيه؟ مشورة الله، ما قلناها هنا. طب معلش 21 إيه؟ بتقول إيه؟ الهدف إن هو يوصل الناس للتوبة، ده هدف. اتفضلي. لا دي يعني دي مش هدف، لكن دي الصعوبات اللي هيواجهها. ايوه 30، يعني هو ممكن التحذير دي هدف برضو، ان انا خلي بالكم كلمة ربنا اللي وصلتها لكم، خلي بالكم ان هي في ناس هيشوهوها او هيخلوا ان هي يدخل يعني هرطقات او بدع. اتفضل. ايوه بس دي مش هدف، ده اسلوب. هنخش في الاساليب، يعني ساعات بيبقى الاسلوب قريب من الهدف. اسهروا بيقول لهم بس ده اسلوب اساليب. يوصل لهم نعمة ربنا اللي تخليها النعمة دي توصلهم الى. طب تعالوا عشان بس يعني اتفضل. هذا في الحته بتاعت رقم، اي رقم لما بيقولوا الان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك. هو برضو بيعلم الناس حته ان اللي جواه ربنا اتكال على الله، ما يخافش من اي حاجه، يمشي للاخر. طيب ناخد بس عشان الوقت لسه،
بس انا احب ان احنا ناخد من الاول يعني عشان يبقى الترتيب بتاعها ماشي. عدد 19 بيقول ان انا هدفي هو خدمة ربنا، اخدم الله بتواضع. لا يعني الخدمة الاول خدمة الله، ومش هخدم حاجة تاني غير ربنا. عدد 20 هدف هو لن اؤخر شيئا من الفوائد في كل بيت ولكل انسان. اي واحد انا كان هدف ان انا اوصل لكل ايه؟ كل واحد، كل بيت وكل انسان موجود. 21 التوبة والإيمان. 24 عايز يتمم الخدمة بتاعته، هدفه ان هو يتمم الخدمة بتاعته. وبرضه في 24 ان هو يوصل بشارة نعمة الله. عدد 25 برضه ان هو يكرز بايه؟ بملكوت الله. 27 الخبر بكل مشورة الله. 28 هدفه رعاية كنيسة الله. كل دي اهداف عايز يحققها، كان عايز يحققها او هو حققها فبيقول لهم يعني. 28 عايز يحافظ على الرعية من الذئاب الايه؟ الخاطفة. هدف ان هو ايه؟ يحافظ على الذئاب الخاطفة، من الذئاب الخاطفة والتعليم الخاطفة. 29 التحذير من الذئاب الخاطفة. 29 خدمة القديس بولس الرسول كانت خدمة مهدفة، عشان كده كانت خدمة مثمرة، جذبت كثيرين إلى المسيح، ولغاية دلوقتي جذبت بتجذب آخرين من خلال رسائله. ودي حاجة تخلينا لازم نحطها في ذهننا. وانا جاي اخدم، انا جاي اخدم ليه؟ سؤال اساله لنفسي. انا النهارده نازل هقدم خدمه، ايه الهدف بتاعي منها؟ انا نازل اخدم في الكنيسه النهارده في تربيه كنسيه او في اي اجتماع اخر، عايز اوصل ايه للولاد؟ ايه الهدف اللي انا من اجله جاي النهارده؟ لو الهدف ده مش واضح في ذهني مش عارف اوصل حاجه للولاد. لو الهدف ده مفيش هدف خالص، زي بالظبط واحد نازل من البيت ومش عارف رايح فين، هيمشي في اي حته في اي اتجاه مش عارف، ملهوش ايه هدف. فاهم حاجه؟ عشان يبقى خدمته مثمره، نمره واحد ان يكون هدف واضح انا بسعى ناحيته. طيب ايه الاساليب بقى؟ برضه ناخدها بالترتيب، يعني ايه ناخدها برضه من ايه؟ من فوق لتحت. ايه الاساليب اللي استخدمها القديس بولس الرسول عشان يحقق هذه الاهداف؟ ايوه ايه كام؟ 19 الدموع. لا طبعا المكايد دي صعوبات مش الاساليب، هو ما استخدمش الدموع. نمرة 2 ايه تاني؟ الايه؟ الاتضاع. تمام ايه تاني؟ الصلاة. نعم 28 ايه؟ التحذير. ها ان هو بيقدم نموذج ازاي الواحد يبذل نفسه من اجل ايه؟ كلمة ربنا، من اجل ربنا. احتمال الدقات 24 30 ايه؟ 31 ايه؟ السهر، السهر الروحي. فاكرين الصياد؟ هنتكلم على ال ايوه مش بيستثمر بحاجه لنفسه بس، وده اسلوب الخادم الاواميل الخدمه العطاء التلمذه ما بين الخبرات والاخرين الاخرين. الصلاة ازاي ان هو في وقت الضيقة يقف يصلي. 35 ايه؟ التعب، خدمة، خدمة التعب. طيب ناخد تاني كده بسرعة من اللي انتوا قلتوهم. اتفضل حضرتك. 33
اللي هو بيشتغل بلا مقابل لما اشتغل. يعني هو بيقضي بلا مقابل 34 القدوة. طيب 19 التواضع برضو فيها دموع كمان. خلي بالكم في عمل فردي هنا. يقول لك ان هو عمل ايه؟ حد يقرا لنا النص بتاع 20 ايه؟ ها؟ كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد والا اخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. عدد 20؟ ده فين العمل الفردي؟ لا طب النص الايه اللي بعد كده؟ في كل بيت. في كل بيت. انا اعرف مثل ايه القديس بولس الرسول يروح يوعظ في ميدان، يوعظ في حي كبير، لكن يخش كل بيت ده فيها ايه؟ فيها عمل فردي. يخش كل ايه بيت، ما هي المدينه كبيره يعني، لكن هو ايه كان عنده العمل الفردي. على 22 الطاعه وتسليم الحياه ربنا. انا مش عارف اللي هيحصل لي ايه في اورشليم، بس انا ايه انا مسلم حياتي ايه التسليم لحياة الله. خمسة عدد 23 احتمال الضيقات والألمات. احتمال ايه؟ الضيقات. 24 عدم الخوف والاستهانة من الموت. انا مش خايف هيحصل لي ايه في اورشليم. عدد 24 الخدمة الفرح. لو كل واحد فينا كده رجع بالزمان ورا اول يوم انزل فيه الخدمة، كان لا كنت فرحان ولا كنت زعلان؟ فرحان ان ابقى خادم او خادمة، ونازل وقلبي يعني مبسوط جدا ان انا هنزل ابقى في وسط الخدام. طب دلوقتي بعد كام سنة من الخدمة، هل اليوم ده بنزل فيه يا رب عديه على خير اليوم ده يعني؟ ولا الخدمة الفرح هي خدمة ان انا هتقابل مع المسيح، هتقابل مع ولاد المسيح، هتقابل مع اخوات الخدام او الخادمات. فخدمة الفرح دي حاجة مهمة ان انا، وبيبان على الانسان المخدوم بيحسها في الخادم مهما كان بيخبي، بيحسها ان استاذ فلان ده فرح في جواه، فرح وبيقابلني بفرح وبشاشة وبطريقة جميلة، ولا المشاكل بتاعت البيت او مشاكل بتاعت الشغل او مشاكل بتاعت اي حاجة باينة عليا في الخدمة في الخدمة الفرح. حتى القديس بولس الرسول كان عارف ان هو راح يستشهد وعارف ان هو في تعب وفي، لكن هو كان بيقبل بايه؟ بفرح. 31 الخدمة بالسهر. خدمة بالسهر. عدد 31 الخدمة بحرارة. بيقول ايه النص؟ لم افطر. يعني قلبي ما دموع مش بفطور ولا حاجة، اخدم بربنا بحرارة. نعم. عدد 33 اخدم بدون مقابل. بس طب ما احنا بنقبل بدون مقابل، بس في مقابل ساعات بيبقى مقابل مادي، مش مادي، معنوي، بركة ايه؟ لا يعني قصدي يعني ممكن انسان ايه يدور على المقابل المعنوي. اسمع كلمة حلوة، يعني بدور على كلمة حلوة حد يقولها لي، بدور على مديحة حد يقولها لي، حد من المخدومين، حد من الخدام. لكن هو قديس بولس الرسول ده كان بيقدم لنا نموذج ان هو كانش منتظر اي حاجة. عدد 35 خدمة بقدرة. كان بيخدم نفسه واللي معاه من خلال عمل ايه؟ الايدين. هاتان اليدان ايه؟ كان بيخدموه. كان نموذج حلو ان هو مش مستني حاجة من حد. عدد 35 كمان الخدمة بتاعت. ساعات بنواجه مشكلة لما نيجي نوزع الفصول الخدمة مثلا على المجموعة من الخدام، مثلا خادم او خادمة يدوروا على الولاد الهادين الكويسين الحلوين الشطار بتاع، ويدوروا عن خدمة الولاد الايه
شؤي والاخوه الرب ولا سلوكهم وحش، او بدور على في الافتقاد على الدور الاولاني والثاني والبيوت اللي فيها اسانسير والبيوت اللي عاليه، لا احنا ايه مش عايزين نتعب، او بندور على خدمه اللي هي تكون مريحه بالنسبه لي وما فيهاش تعب. لكن القديس بولس الرسول كان الاسلوب بتاعه عشان يحقق هدفه كان خدمه بايه؟ خدمه بتعب. والكتاب المقدس بيقول ايه؟ ويعطي كل واحد حسب، في حاجتين يقول لك حسب عمله، وفي واحده تانية حسب تعبه. حسب طبعا اللي بيتعب غير اللي ما بيتعبش. عدد 35 خدمة المساندة، شجعوا الصغار النفوس خدمة المساندة، دي خدمة جميلة جدا. وإن أنا أعدد الآخرين، وإن أنا أسند الآخرين في وقت الشدة بتاعتهم ووقت الضيقة بتاعتهم، دي خدمة محتاجينها. وبرضه خدمة العطاء وليس الإيه؟ الأخذ. خدمة العطاء، شفت الأساليب دي قد إيه؟ طبعا خدمة فيها التحذير من الذئاب الخاطفة، يعني دي بتخش معاها هدف ايه واسلوب. يبقى عندنا اساليب كتيرة ممكن الخادم يستخدمه عشان يحقق الهدف بتاعه. في علامات في الطريق الخدمة تشاور لي تقول لي انت ماشي صح ولا ماشي غلط. ودي العلامات اللي ظهرت مع القديس بولس الرسول. تعالوا نشوف ازاي يعني يعالج العلامات دي. عدد 19 كان في تجارب، كان في تجارب ان الشيطان مش هيحاربني الا ما كناش صح والخدمه بتاعتي صح، فيبتدي يحاربني. القديس بولس الرسول الشيطان كان بيحاربه بتجارب كتير، والناس اللي حواليه، الناس القريبين منه، الناس اليهود، الناس الوثنيين، تجارب كتير. طب كان بيحاربها ازاي؟ كان بيواجهها ازاي؟ كانت قيادة الروح القدس. كان الروح القدس يقول لك ان هو ايه؟ الروح هو اللي قال لي اروح. خدمة العلامات في الطريق ان في قيادة للروح القدس، قيادة للروح القدس. في تجارب ومشاعر بصراخ يقول لو انت نازل الخدمة فعل ايه للتجارب. كمان خدمة فرح، هل انا ببقى عندي فرح وانا نازل خدمة ولا؟ دي علامات من ايه؟ علامات الطريق الصح. الشدائد زي التجارب، كمان التعب في الخدمة دي من علامات الخدمة الصح. كمان العطاء علامات الخدمة الصح اللي فيها عطاء، سواء عطاء مادي او عطاء جهد او بذل او وقت. مع وقابل في الخدمة اللي قابلت القديس بولس الرسول، تجارب اصابتني. عدد 19، لا اعلم ماذا يصادفني هناك، انا مش عارف ايه اللي هيحصل لي، رايح المجهول. وثائق وشدائد تنتظرني. العلاج الثلاث حاجات دولت لست احتسب لنفسي ولا نفس لشيء ولا لنفسي سمينه عندي. هو واجه الثلاث صعوبات دولت بايه؟ بهذه الايه. هيدخل بينكم ذئاب خاطفه للمعوق، من المعوقات اللي قابلته، لا تشرق على الرايه. طب اعمل ايه عشان احافظ على ولادي؟ سيكون رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. برضو نفس الفكر، هعمل ايه؟ العلاج السهر والثبات في المسيح، اسهر على الرعيه لئلا يخطفها ايه؟ الذئاب الخاطفه. طيب علاقات المحبه قد تكون من العوائق اللي تقابل الخادم. هم عملوا ايه في الاخر؟ وقعوا على عنق بولس وقعدوا ايه؟ يبكوا، لا ما سبناش، لا ما تسافرش، خليك معانا. بكاء عظيم من الجميع وقع على عنق بولس يقبلونهم. العلاج ايه؟ محبه وطاعه مين؟ ينبغي ان يطاع الله اكثر
يعني ساعات العلاقات الشديده او المحبه الشديده بتواجهنا في الخدمه حاجه اسمها التعلق الايه؟ المرضي. خادم عايز يطلع بالفصل بتاعه سنه واثنين وثلاثه وعشره، مش عايز يسيب الفصل. وبالتالي بيحصل حاجه مشكله اللي هي ايه؟ ان انا ربطت الولاد بيا مش بمين؟ مش بالمسيح. وبالتالي ممكن نلاقي ان الولاد ممكن لو الخادم مش موجود ما يجوش. فدي تعلق مرضي قد ايه يؤثر في ايه؟ في الخدمه. حلو ان يبقى في علاقات محبه بيني وبين المخدومين، بس ما يتحولش الى ايه؟ تعلق مرضي، الى تعلق مرضي. لازم يبقى الهدف ان انا اوصل ولادي للمسيح مش ليا. انا عباره عن كوبري للايه؟ اوصل ولادي للمسيح. عشان كده القديس بولس يقول ايه؟ وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينا اذ جعلني الخدمه. يبقى الشعار بتاعي انا كل شويه افكر فيه وكل شويه احط قصادي هذا الشعار. انا بشكر ربنا اللي اداني قوه ان هو اختارني وخلاني ابقى امين وشافني ان انا ابقى امين، عشان كده خلاني ابقى ايه؟ خادم، وخلاني انا ايه؟ جعلني للخدمه. يعني اللي يحب يزود حاجه او يسال اي حاجه تحت امركم. طيب حد ليه اي سؤال؟ اشكر محبتكم وربنا يبارك في خدمتكم له المجد الدائم الى الابد امين. خليني اتصور بس في سؤال بيقول ان بولس الرسول من السبعين رسول. هو السبعين رسول دوت المسيح مش اختارهم؟ كانوا موجودين في وقت المسيح؟ لا. ارسلهم سبعين ازاي؟ طب هو القديس بولس الرسول كان في الوقت ده كان مع المسيح؟ مش ما كانش مع المسيح، هو كان قاعد في طرسوس ما تقابلش مع المسيح. اتقابل معاه امتى؟ في دمشق. لما ظهر له المسيح وهو رايح دمشق، لكن لم يتقابل بالجسد مع مين؟ مع المسيح. فشكرا. احنا بنشكر محبه قدس ابونا موسى راعي وكنيسه الملك ميخائيل بالظاهر، وبنقول له شكرا جدا لك يا ابانا، اذكرنا في صلواتك. دي بسيطه بس. الدكتوره انجي فين؟